حتى هذه اللحظة لم يتم إعلان حكومة طوارئ، وتأخر في إعلان حكومة ما تعتبر في إسرائيل حكومة توحيد وطني، وهي أيضا ما يجمع الشارع الإسرائيلي بين اليمين والعلماني، بين اليسار واليمين، وهذا أيضا يطمئن الشارع الإسرائيلي. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها، حتى يعني زوجة بنيامين نتنياهو كانت تعترض فعليا على بعض الأمور لحكومة الطوارئ، وبالتالي الشارع الإسرائيلي غاضب بشكل كبير، يقول عن فشل أمني كبير وفشل هذه الحكومة وفشل نتنياهو تحديدا من تأمين الأمن للإسرائيليين. يقولون اليمين أنهم صوتوا إلى اليمين ليتم حمايتهم، ولكن حدث أمني هو الأكبر منذ حتى نشأت حركة حماس، وبالتالي غضب كبير في الشارع الإسرائيلي. نعم، بالتأكيد سنتابع معك أي تطورات جديدة وتصريحات طبعا وبيانات كما قلت لنا بعد أن تتبين يعني أجندة ولقاءات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأيضا كبار المسؤولين الإسرائيليين. شكرا لك حتى الآن من القدس مراسلة الحدث لنا كولغاسية. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور صبحي عسيلة رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية. دكتور صبحي أهلا ومرحبا بك معنا في هذه التغطية. ما الرسائل التي ممكن أن يكون قد حملها وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل معه، طبعا بالإضافة لموضوع الدعم العسكري والمعنوي وكل ما إلى ذلك؟ هل ممكن أن يكون هناك ضغوطات فيما يتعلق بموضوع المعابر الإنسانية ومعبر آمن أيضا للمواطنين الأمريكيين وأيضا الفلسطينيين؟ يعني في الحقيقة كل الشواهد يعني خلال الأيام الماضية المترشحة لنا والمعلنة من الجانب الأمريكي تؤكد أن هذه الزيارة أول بند على جدول أعمالها هو تأكيد الدعم الكامل لإسرائيل بتواجد وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل. هذا دعم واضح جدا، ليس على المستوى التصريحات وفقط، ولكن حتى على مستوى التواجد ومتابعة الأمور من على أرض الواقع كما يقال. إنما بكل تأكيد موضوع الممرات الآمنة سيكون مطروحا بشكل أو بآخر. الولايات المتحدة الأمريكية فيما أعلنت هي أن لديها 22 رهينة لا تعرف عنهم شيء، هي أيضا مهتمة بهذا الملف، ومقاربتها لموضوع الممرات الآمنة سيكون على الأقل من هذا المدخل، لأنها تريد أيضا أن تؤمن رعاياها الموجودين، مطلوب منها أن تؤمن هؤلاء الرعايا وتعرف عن مصيرهم. ستكون معنية بشكل أو بآخر بصفقة تبادل أسرى، بصفقة تأمين هؤلاء الرعايا. بكل تأكيد هذا الموضوع سيأخذ حيزا كبيرا من المباحثات. الأمر الثالث الذي أتصور أنه سيكون مطروحا هو كيف ومتى يمكن أن تتوقف إسرائيل. هدف الأساسي سيطلع عليه بلينكن بشكل واضح جدا، الدعم والمساعدات المطلوبة. إذا كانت هناك دعم آخر أو مساعدات أخرى مطلوبة سيبحثها بلينكن مع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.